بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى حال هؤلاء الذين كفروا بربهم سبحانه وتعالى، حالهم عندما يحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، عندما يحشرون عند ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقسمون لله تبارك وتعالى أنهم ما أشركوا وما كفروا بربهم سبحانه وتعالى، يحلفون لله سبحانه وتعالى كما كانوا يحلفون لنا، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، الذين كانوا يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، اتخذوهم أندادا من دون الله سبحانه وتعالى. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هذا جوابهم على هذا التساؤل، ويقسمون أنهم ما أشركوا وما كفروا بربهم سبحانه وتعالى. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. يبقى نقول كذبوا على أنفسهم عندما أشركوا بربهم سبحانه وتعالى، ونقول أنهم قاموا بتغرير النفس وقاموا بمخادعة النفس لما أشركوا بربهم سبحانه وتعالى، ثم وجدوا نتيجة هذا الشرك يوم القيامة، وضل عنهم ما كانوا يفترون. عند ذلك لم يلجأوا إلى هؤلاء الذين اتخذوهم أندادا من دون الله سبحانه وتعالى. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنه فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أننا سنحشر إلى الله سبحانه وتعالى. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قلنا حال المشركين دوما كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوالهم في الدنيا، أنهم إذا أصابتهم الشدة فعند ذلك لا يلجؤون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يلجؤون إلى هذه الأنداد الذين اتخذوهم من دون الله سبحانه وتعالى يعبدونهم من دون الله، ولكن لجوهم دوما إلى الله عز وجل، يعلمون أنه لا يرفع هذه الشدة ولا ذلك الكرب ولا البلاء إلا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نجد أنهم في حال الرخاء يشركون بربهم، وفي حال الشدة عند ذلك لا يلجؤون إلا إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، وعند ذلك يتركون هذه الأنداد التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال هؤلاء، لماذا لم يدخل الإيمان بعد إلى قلوبهم. إنهم تراهم يستمعون إلى القرآن ويستمعون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما الحاجز والمانع الذي منع من دخول الإيمان إلى قلوبهم؟ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يبقهوا وفي
آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ومنهم من يستمع إليك. الله عز وجل أثبت لهم أنهم كانوا يستمعون إلى الآيات التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول أنهم لم يفهموا ولم يفقهوا ما كانوا يستمعون إليه من أقوال، وبالتالي إحنا ننتبه دايما. يبقى الغرض أننا لابد أن نقف على معاني ومدلول الآيات قلنا حتى نقوم بالتطبيق، لأن التطبيق الصحيح لن يتم إلا لما نقف على المعنى الصحيح. ونقول على ذلك كثيرا ما يقرأ الإنسان في القرآن ولكن يتعامل مع القرآن كألفاظ بلا معاني، نقول غالب الأحوال أن الذي يقرأ لو قلنا له حسبك ما معنى هذه الآية نقول يقف حائرا وكأن الآية ليس لها معنى. ولذلك كما بينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى حدد لنا الطريقة التي نقرأ بها القرآن، يبقى حدد لنا الطريقة التي نقرأ بها القرآن. أفل لا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قلنا الأصل في مسألة القراءة هو حضور القلب، حضور القلب، وبالتالي إن قرأ الإنسان المطلوب أن نقوم بنقل ذلك المقروء إلى القلب أو بنقل هذا المسموع إلى القلب، وبالتالي هؤلاء يستمعون كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولكن سمعون كان سماع إدراك، يبقى سماع إدراك لكن ليس سماع قبول وإجابة. وبالتالي النفسية التي يستمع بها الإنسان أنه لابد أن يكون مهيئا لكي يستمع ثم يستجيب. نقول ده حال المؤمن، دي القاعدة التي يتعامل المؤمن من خلالها مع كلام ربي سبحانه وتعالى، وقالوا سمعنا وأطعنا، يبقى بنسمع وبالتالي بننصت إلى الكلام نفهم المعاني ثم نسعى على الفور للتطبيق، ده حال الإنسان المؤمن. أما نقول إن المنافق أو الكافر يسمع كما نسمع ولكن يا ترى لماذا لا يطبق؟ نقول لأنه لم يقصد من الاستماع اتباع الحق. يبقى المؤمن لما بيسمع إلى كلام ربي سبحانه وتعالى أو الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مهيأ لكي يستمع لأنه قصد اتباع الحق، وبالتالي بنسمع ثم نعي ونتأمل ونتدبر ونعقل المطلوب، وبالتالي يندفع المسلم اندفاعا للتطبيق على الفور. ومنهم من يستمع إليك، يبقى بيسمعوا كما نسمع لكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لماذا لم يدخل الإيمان بعد إلى قلوبهم. لما نعود كده إلى سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ما فيش سبيل أن يدخل إيمان إلى قلوبهم. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. لذلك الإنسان يخشى على نفسه، يخشى على نفسه عندما نستمع إلى الآيات، يبقى لابد أن أهيئ تماما لكي أستمع ثم نتبع ذلك الحق الذي نتعلمه من الآيات. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لماذا نقولهم لم يطبقوا، لأنهم لم يفهموا مقصود الآيات. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يبقون، في أغلفة، في نقول موانع، حواجز منعت هؤلاء من فهم هذا الكلام، وبالتالي لا يقومون بالتطبيق. يعني الإنسان لا يطبق إلا بعد الفهم الصحيح، لذلك لابد أن نحن ندقق أن نفهم المفهوم الصحيح للآيات، ولا لأن التطبيق هيبقى هو صورة لهذا المفهوم. إن كان الإنسان لم يقف على المدلول الصحيح فإن سعى للتطبيق يبقى التطبيق هنجده تطبيق فاسد، تطبيق نقول يعني ليس بصحيح. لماذا؟ لأن أصلا المفهوم مفهوم غير صحيح. لذلك لابد من الاعتناء الشديد بالوقوف على مدلول الآيات حتى يأتي التطبيق كتطبيق صحيح بناء على ما نفهم من مدلول الآيات. ومنهم من يستمع إليك، لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يعني نقول على ذلك طب هم كانوا يعني في نفس المجلس ويستمعون الكلام من نفس المعلم، ولكن مع ذلك حجبوا عن التطبيق والفهم. لماذا؟ لأن الله تعالى طبع على قلوب هؤلاء وهم أساسا لم يقصدوا اتباع الحق. نقول غير لما الإنسان يكون قاصد اتباع الحق ولكن بيشكل عليه بعض الإشكالات أو نقول بعض المعاني غائبة عن ذلك الإنسان فبيسأل ويستفسر حتى يقف على المعنى الصحيح، لكن هؤلاء لما أتوا إلى المجلس لم يقصدوا بذلك الاستماع أو اتباع الحق.
يبقى لم يقصدوا اتباع الحق، يبقى أقصد اتباع الحق، لكن من الممكن أن بعض المعاني تغيب عني، وبالتالي بنسأل ونستفسر حتى نقف على المعنى الصحيح. ومنه ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. انظر بقى الآية، يعني الآية عند المؤمن يرقى بها إيمانيا، يرقى بها إيمانيا، يزداد بها إيمانيا، لأنه بيقف على المدلول والمعنى الصحيح، وبالتالي يزداد تطبيق المسلم. ولذلك كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى نقول لابد أن احنا لما نيجي نتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى يبقى لابد من حضور القلب، يبقى انتبه أن القلب في حالة يقظة ليست في حالة غفلة، وانتبه دائما كده إلى النفسية التي أستمع من خلالها. فنقول لابد أن نستمع ثم نقف على المعاني ثم نسعى على الفور للتطبيق. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى نقول دائما الأذن، السمع ده أو الأذن هي آلة خادمة للقلب، والعين آلة خادمة للقلب. نقول العين تقوم بنقل ذلك المرئي إلى القلب، والأذن تقوم بنقل ذلك المسموع إلى القلب. لذلك لابد أن احنا أن نطمئن أن الطريق موصول بين الأذن والقلب وبين العين والقلب. قلنا الآن من الممكن أن يكون الطريق نقول غير موصول، فنسمع وندرك الكلام لكن لم نفهم المعنى، لأن المقصود أن نقوم بنقل هذا المقروء أو المسموع إلى القلب. قلنا لأن هذا هو المحل الذي ينزل فيه القرآن كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكرنا قبل ذلك. يبقى المحل الذي ينزل فيه القرآن حتى يتم التعايش والتعامل مع الآيات هو أن ينزل أولا إلى القلب. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ألم يعني الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يبقى نقول القلب ذاته الاهتمام لابد أن يكون بالقلب، أن يكون في حالة يقظة وفي حال انتباه، وبالتالي يبقى مهيأ ان انا استمع لكي اتبع الحق. لماذا احنا نريد ان نقف على الحق؟ نقول لكي نتبع ونلتزم هذا الحق. يبقى ليس من باب الوقوف على الحق فحسب، ولكن حب نقف عشان نلتزم، عشان نعمل من خلال ذلك الحق. لذلك كما بينا قبل ذلك في الدعاء اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، هذا توفيق من الرب سبحانه وتعالى. لما الانسان يلتزم هذا الحق الذي يتعلمه، يبقى وقوف الانسان اتباع الحق هذا توفيق من الرب سبحانه وتعالى، لانه من الممكن ان يلبس عليه الامر وبالتالي يخرج الباطل في صوره الحق فيراه حقا وليس بحق. اللهم ارنا الحق حقا، يبقى ابتداء كده يبقى الانسان بيعلن عجزه وانه لا حول ولا قوه الا بالله، وبالتالي نقف على الحق هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. نلتزم الحق ده في التطبيق هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، عشان نتعرف على نعم الرب سبحانه وتعالى عليه. والانسان لابد ان يجد ويجتهد، وبالتالي لا تمر على عليه الايه الا هو يقف على المدلول، قلنا حتى يقوم بالتطبيق. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. نقول أنهم صدوا عن السبيل وزين له شيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى نقول الآيات بينا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ولو أنزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. يبقى نقول على ذلك آية بينا واضحة، ولكن نقولهم أساسا لم يبحثوا عن الحق. فهذه آيات بينة دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى وأن ما جاء به هو الحق من الله عز وجل، ولكن مع ذلك مهما تأتيهم من آيات فإنهم لا يؤمنون. إيه السبب؟ كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يبقى أنا بنتبه دايما أن الحواس دي أنتفع بها، وإلا من الممكن إنسان يكون عنده يعني شبه بهؤلاء، بتمر علينا الآية
ونحن لم نقف على مدلولها أو لم نهتم بمدلولها حتى نقوم بالتطبيق. احذر، فوكأنه عطل منافع هذه الحواس. نقول لما عطلت منافع هذه الحواس فعند ذلك يعني أغلقوا على أنفسهم باب الرحمة، فلا سبيل أن يتسلل الإيمان إلى قلوبهم. احذر من ذلك. يبقى لما بنسمع آية أو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نظهر الاهتمام البالغ، ولا بد أن نجد ونجتهد حتى نقف على المعاني. فليس العبرة بالكم الذي نقرأه من القرآن، ولكن العبرة بالمستفاد مما قرأناه واستمعنا إليه من كلام الله سبحانه وتعالى. ويروا كل آية لا يؤمنوا بها. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يبقى نتخيل كما يرينا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى آيات دامغة وبراهين ساطعة، لو جاءت هذه البراهين هؤلاء ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، حتى نعلم أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك نقول أن المؤمن دوما قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى، لا يركن إلى ما يفعل من أعمال صالحة. لماذا؟ نقول أن قلوب العباد قلوب بني آدم بين إصبعين وصبع الرحمن، يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيف ما شاء. أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيم على طاعة أقامه، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعله يسألون. يبقى على ذلك، يبقى مهما الإنسان كلما بيتقدم في طاعة الله سبحانه وتعالى، كلما بيرقى إيمانيا، كلما بيزداد خوف الإنسان من رب سبحانه وتعالى. لذلك احنا قرأنا واستمعنا في سورة آل عمران أن الراسخين في العلم ما دعاء هؤلاء القوم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا. هؤلاء الراسخون في العلم كما وصفهم لنا ربنا سبحانه وتعالى، علماء أتقياء لله سبحانه وتعالى، ولكن انظر إلى الرقفة في قلوبهم، يخافون أن يردوا على أدبارهم، يخافون أن رجعوا القاقرة، يخافون من رد بعد الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويروا كل آية لا يؤمنوا بها، لأنهم لم يقصدوا اتباع الحق. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. دائما حيقومون بإلقاء التهم أولا على هذا النبي أو الداعي لدين الله سبحانه وتعالى، قلنا من أجل تنفير الناس حتى لا يلتفوا حول ذلك النبي أو حول ذلك الداعي لدين الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني يقومون بالقدح في الرسالة، يقومون بالقدح في الرسالة. فلذلك ماذا قالوا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الحق؟ حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. إبا لما بتعيموا الحيل فعند ذلك يقومون بإلقاء التهم إما على الأنبياء، ونقول دي سنن كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى، وإما أن هم يقولون بالطعن في الرسالة، بالطعن في الرسالة. ده حالهم كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. يبقى على ذلك ده حالهم كده، يبقى حال هؤلاء. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ده حالهم، يعني نقول الحال دايما. فنقول إلقاء التهم، قلنا لماذا إلقاء التهم؟ يبقى حتى ينفروا يعني من التف حول هذا النبي أو الرسول أو الداعي لدين الله سبحانه وتعالى ينفرونه. السبيل إزاي؟ نقول أنهم لا يستطيعون أن يقوموا برد ذلك، فبيبدأ بالطعن في الرسالة، الطعن في ذلك النبي بالاتهامات بالجنون بالسحر بالكهانة بأنه شاعر لغير ذلك من الأمور. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يرينا من أحوال هؤلاء، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه. يبقى نقول مش بيكتفوا أنهم كفروا بربهم سبحانه وتعالى، ولكن عندهم جلد في دعوة الناس إلى الباطل، وجلد في صد الناس عن سبيل ربهم
ربهم سبحانه وتعالى حتى يقومون بردهم عن ذلك الحق الذي جاء به النبي. احنا قرأنا يعني في سورة البقرة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى نقول ده حالهم ودي بغيتهم، هو رد المسلم عن ذلك الحق والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وهم ينهون عنه وينأون عنه. يبقى هم أساسا لم يؤمنوا، وكذلك في سعيهم الدائم حتى يردوا الناس عن ذلك الحق، يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى، يبغونها عوجا كما قال ربنا سبحانه: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. نقول مغبة هذا الأمر تعود عليهم بالدمار وبالخسران المبين. يبقى نقول في الحقيقة هو بيقوم بإهلاك نفسه، وكذلك هو لا يشعر بذلك أمر، لكن هو ما زال يعني في طغياني وفي بغي وفي عتوي وفي نفوري، حتى يفاجأ كما قال لنا ربنا سبحانه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيرينا حال هؤلاء عندما يعينون العذاب، عندما يعينون ما كانوا به يكذبون. ولو ترى إذ وقفوا على النار، قلنا عذاب معنوي قبل العذاب، قبل العذاب الحسي. يبقى نقول على ذلك يبقى عذاب معنوي، يبقى لما اطلع على النار ورأى أن هي دي التي يعذب فيها، نقول قبل أن يلقى في النار، نقول يعني هذا من أشد العذاب، العذاب المعنوي كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، كما ذكر وكما بيّن سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا. إيه الأمنية بتاعتهم؟ ما هي الأمنية؟ يعني ما هي نقول يعني الأمنية التي يتمنونها عند ذلك الموقف، عند ذلك الحال؟ قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذه أمنية، بس نقول فات الأوان. يبقى حيظهرون الندم والحسرة، لكن نقول في توقيت لا ينفع فيه الندم ولا الحسرة. ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل وكسبت في الدنيا خيرا. نقول يعني ندم، حيظهرون الندم والتأسف والحسرة. نقول إنسان لما حيظهر الندم والتأسف والحسرة هو لسه في حال السعة والعافية، عند ذلك حيسعى لكي يصوب الخطأ ويجبر نقول التقصير لغير ذلك، لكن ده قضي الأمر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وأنذرهم يوم الحسرة. اليوم ده حيظهروا في الحسرة، يعني وأنذرهم يوم الحسرة. إذ قضي الأمر، هم في غفلة هم لا يؤمنون، خلاص قضي الأمر. يبقى ما فيش نقول رجوع مرة ثانية ولا استئناف لحياة الدنيوية مرة ثانية. ولو ترى إذ وقفوا على النار بعين العذاب الذي كانوا به يكذبون فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يبقى دي مشاهد حية، هذه مشاهد حية، يعني إياك أن تظن أن ده أمر يعني خيالي، دي مشاهد حية كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. وهذه أيضا من رحمات الرب سبحانه وتعالى للمؤمنين أن نكون على بصيرة من أمرنا. انظر إلى حال المكذب، حال المعاند، حال المعرض الذي تولى عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ذلك الحق الذي جاء به. نقول ما هي الأمنية التي يتمناها؟ ونقول على ذلك لما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل ذكر لنا من أحوالهم، قلنا عشان نسعى أن نكون نحن أصحاب المشهد ده، يعني لا تكن عبرة وعظة لغيرك ولكن أنت تعتبر بغيرك وتتعظ بأحوال هؤلاء، قلنا حتى لا نسلك مثلك هؤلاء إلا أوصلهم إلى ذلك الأمر. يبقى نقول التولي والإعراض والتكذيب آيات الله سبحانه وتعالى والكفر بالله سبحانه وتعالى هو الذي أوردهم هذه المهالك، فاحذر على نفسك، فنأخذ العبرة والعظة، إن في ذلك لآية كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن أحوال هؤلاء: لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا الحال، قلنا الكلام ده يتصور حقيقي، يبقى نعيش هذا الأمر. وإياك أن تكون أنت صاحب المشهد، إياك أن احنا يعني نكون احنا أصحاب هذا المشهد، وإلا نقول على ذلك كنا عبرة وعظة لغيرنا. ولكن اعتبر بأحوال هؤلاء واتعظ، ما سلككم في سقر؟ يبقى ايه السبب، ايه الاسباب؟ وبالتالي لابد ان احنا ان نبتعد عن اي سبب يعني يقرب الانسان الى النار، فكل معصية تزيد فرصة الانسان الى النار،
كل معصية خطوة وكأننا نخطو بها اتجاه النار، كما أن كل طاعة هي خطوة أخطو بها إلى الجنة. فكذلك احذر، احذر على نفسك المعاصي، واحذر من الكفر بعد الإيمان، واحذر واحذر أن نرجع قاقرة، وبالتالي الإنسان لا يأمن على نفسه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا ليتنا نرد، يعني يعودون مرة ثانية إلى الدنيا، ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين، حيكونوا مع المؤمنين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يقول إيه اللي منعك، إيه اللي كان بيمنعك؟ يبقى نقول انشغاله بالدنيا، نقول اتباعه للهوى، نقول التولي والإعراض عن كلام ربي سبحانه وتعالى. يبقى كان متبع العادات الأعراض المخالفة للكتاب والسنة، كان متبعا لهواه، وبالتالي ما يملي عليه ذلك الهوى هو كان يسعى إلى تحقيق ذلك الأمر. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لما اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ما ينبغيش أن الآيات دي تمر علينا كده وخلاص، ده ظالم هيعض على يديه. أقول لك من الممكن أكون أنا الظالم أو أنت الظالم، نكون إحنا أساسا أصحاب هذا المشهد، وبالتالي يبقى على ذلك أصح لما بنقرأ الكلام ده هو، يبقى وكأن الإنسان قد أعطي ما تمنى. يبقى لو إحنا أساسا وقفنا على هذا الأمر وطلبنا المطلب ده، وبالتالي ربنا سبحانه تحقق لنا ذلك المطلب، هل حنعود للسيرة الأولى ولا حنصحح فعلا المسار؟ ولا حنصحح المسار؟ فنحن في حال نقول السعة والعافية، احنا في دار العمل، ما زلنا في دار العمل، ما زالت الأرواح ممتزجة بالأبدان، ما زال الله عز وجل قد أمد في أعمارنا، فنقول فرصة عظيمة جدا، كل لحظة هي فرصة عظيمة. فهؤلاء ماذا كانت أمنية هؤلاء؟ فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل. يبقى كانوا يكذبون الرسل ويكفرون بربهم سبحانه وتعالى، فهم يعلمون هذا من أحوالهم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا، يبقى لو حققت لهم هذه الأمنية لعادوا لما نهوا عنه، هي أيضا هيكفروا بربهم سبحانه وتعالى وإنهم لكاذبون. لكن هو نقول هول الموقف، الشدة اللي هم وجدوها هو ده اللي خلاهم يندفعون إلى طلب ذلك المطلب. ولذلك بينا قبل ذلك يعني وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. يبقى نقول شوف حال الشدة بنعمل ايه. واحد لما يكون في مرض بقى شديد جدا واوشك على الموت، فنجد ان هو يطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان ينقذه من ذلك حتى يصحح المسار. لو وقع في نقول شدة، في ضيق، في بلاء شديد جدا، ماذا يفعل؟ هياخد على نفسه العود والمواثيق، لا والله لا أستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى، والله لا أفعلن كذا وكذا من الطاعات. ده وليد الموقف، يعني ده وليد الموقف فقط. ولكن ولو ردوا لعادوا لما نوه عنه وإنهم لكاذبون. لذلك احنا ذكرنا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. حقق لهم المطلب. انظر في حالة الشدة لم يلجأوا إلا ربهم سبحانه وتعالى، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني دعوا الله مخلصين له الدين. نقول يعني لم يلتفتوا إلى هذه الآلهة الباطلة التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وأخذوا على أنفسهم هذه العهود والمواثيق، لأن أنجاهم الله عز وجل من ذلك لا يكونوا من الشاكرين لله سبحانه وتعالى. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ولذلك كما بين لنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا إن أنجانا من هذه لنكوننا شاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب
ثم أنتم تشركون. يعود مرة ثانية إلى ذلك. احذر. نقول إن دي أمور بتمر على الإنسان، شدة، كرب، ضيق، يعني وبالتالي يأخذ على نفسه العود، لا يستقيمن على أمر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل نقول أزال عنه هذه الكرب أو هذه الشدة وهذا الضيق، بنقول بينسى ويعود مرة ثانية إلى سيرته الأولى. احذر من ذلك، احذر. ولو ردوا لعادوا لما نوع عنه وإنهم لكاذبون. لذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى يعني يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ما لم يكن، ما لم يقع لو وقع كيف يكون الأمر. ولو ردوا لعادوا لما نوع عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. دايما كده فساد الأعمال ده نتيجة لفساد الاعتقاد. يعني نقول اللي بيعصم الإنسان من الزلل دايما رؤية الآخرة. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى ويل للمطففين، دول بيغشوا بيطففوا في الميزان، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. يبقى لو كان نقول حسهم الإيماني مرتفع وإيمانهم بالآخرة نقول إيمان، نقول يعني حي، حنجد أنهم يمتنعون عن أمثال هذه الأمور. لكن إيه اللي دفعهم للمخالفة؟ إيه اللي دفعهم للزلل؟ إيه اللي دفعهم للتقصير في الطاعات؟ يبقى نقول الضعف في رؤية الآخرة. عشان كده من بداية سورة البقرة وبالآخرة هم يوقنون، على الرغم من إدم الإيمان بالغيب، لكن خصص الكلام لأن الإيمان بالآخرة نقول أساسا ده محرك لفعل الطاعات ودافع لبعد الإنسان عن التقصير أو عن المخالفات والآثام والمعاصي. لكن نقول ضعف الإنسان في رؤية الآخرة بتدفعه إلى التقصير في الأعمال والوقوع في المخالفات والآثام. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. نقول هذا لم يؤمن بالبعث، يبقى على ذلك حق له هذا حرام وهذا حلال، انتبه من كذا وكذا، لا. يبقى على ذلك نقول حيبقى متجرأ على فعل منكرات، هو يسير خلف نقول تحقيق الرغبات والملذات والشهوات، يسير خلف الهوى، ما يوليه الهوى هو يقوم بفعله. يبقى هواه هو الإله الذي يعبده، أرأيت من اتخذ إله هواه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه الهوى إله يعبد من دون الله، زي ما بيملي عليه الهوى. ولذلك وقالوا هي حياتنا إلا هي، وقالوا هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. يبقى احنا بننتبه كده، خلي بالنا ان فساد الاعمال ده يبقى ما هو الا صدى لفساد الاعتقاد. لما فسدت العقيده خاصه الايمان بالله والايمان باليوم الاخر، هنجد جرأه هذا الانسان على فعل المنكرات. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها هم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يبقى قال ليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا. يبقى على ذلك نقول ما كانوا يكذبون به حال الدنيا لما يعينوا يعلمون أنه هذا هو الحق، ولذلك يطلبون العودة مرة ثانية. ولكن قضي الأمر كما قال ربنا سبحانه قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يبقى هذا ما كنتم يعني تكذبون به، فلما عندما يعينون عند ذلك يعترفون، يعترفون أن هذا حق، ويتمنون عند ذلك لو عادوا مرة ثانية حتى لا يكذبوا بآيات ربهم سبحانه وتعالى ويكونون مع المؤمنين. ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى قد قضي الأمر، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. لذلك كما قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى نقول على ذلك ليس في حسباني أن يكون بعث من بعد الموت. ونقول هو ممكن الإنسان ما بقاش منكر البعث، لكن أحواله تقول أنه منكر البعث، أنه تقول منكر البعث. يبقى الذي يفعل مخالفة ألا يظن أنه مبعوث من بعد موته؟
وأنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى سيسأله عما صدر وبدر منه من أفعال، لكن نقول هو في غي ونقول في ضلال مبين. يبقى دايما كده ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين، مع أي مخالفة؟ يبقى لابد أنك أنت أساسا تستحضر هذا المعنى مع أي مخالفة. إيه اللي خلاه يتجرأ على المخالفة؟ أقول له ألا تظن أنك مبعوث من بعد الموت وأنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى سيسألك عما بدر منك، وأنك ستجازى بناء على ما قدمت من أعمال. لكن الغفلة، نقول الغفلة، وقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الغفلة، نقول الغفلة عن هذه المعاني. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. غفلة، وبالتالي الغفلة دي يبقى دفعت هذا الإنسان يتجرأ على فعل المعاصي والمنكرات وأن يكون مقصرا في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى نخلي بالنا بالتكذيب العملي. يبقى التكذيب، الحمد لله نحن نؤمن بالبعث من بعد الموت، لكن عايزين الحال، يعني هو الناطق بهذا الأمر، مش النطق هيكون بلسان المقال، لا، لسان الحال الناطق، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. كلمنا على أفعال، كلمنا على سلوكيات، يبقى بكلمنا على سلوكيات، فنقول ذلك الذي ترك الصلاة، نقول هذا الذي يتجرأ على فعل المعصية، هذا الذي نقول يترك فعل المأمورات ويرتكب المحظورات، يبقى نقول على ذلك أين تصديق هذا الإنسان بيوم الدين. احنا رأينا كده: والذين يصدقون بيوم الدين والذين من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. تصديق، رؤية واضحة، كلا بل لا يخافون الآخرة. يبقى عارفين الآخرة بس مش خايفين العذابه، يعني نقول يرتكب مخالفة وتراه نقول يعني يضحك عندما يرتكب المخالفة، يبقى نقول على ذلك لم يستحضر المشهد. ونقول يبقى الإنسان ينتبه دائما، استصحاب المشاهد دي هتبقى معينة للإنسان على أن يسلك الطريق الصحيح، هنضبط السلوك من الأقوال والأفعال. فلذلك قد قصر الذين كذبوا لقاء الله. يبقى نقول غفلة، ننتبه، التكذيب هو زي ما نقول هتأتي في الآية، يعني في الاستكبار العملي، غير استكبار مستكبر كده عن الله، وهو مستكبر استكبار عملي. لماذا لم تطبق؟ الله تعالى أمر بكذا، لماذا لم تطبق؟ الله عز وجل نهى عن كذا، لماذا لم تمتنع؟ يبقى كأنه صورة الاستكبار العملي. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة بسيطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آياتي لا تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أليم. يبقى ده الاستكبار أهو. يبقى لماذا لم تطبق؟ المانع اللي منعك من التطبيق، اللي منعك من الابتعاد عن المعصية والمخالفة التي حذرنا منها ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قد خسر الذين كذبوا لقاء الله، فمن كان يرجو لقاء ربه آدي المظهر هو. يبقى نقول على ذلك بنقرأ إحنا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هأم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. يبقى ده كان مصدق بيوم الدين، ده مصدق بيوم الدين بدليله. يبقى إني ظننت أني ملاق حسابيا، يبقى كان بيعمل على الرجاء أنه يوفى ذلك جزاء ذلك العمل يوم القيامة، لأنه يعلم أنه مبعوث من بعد الموت. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يبقى كان مستحضر المشاهد دي، ده هو كان بيعيش في حياتي مع هذه المشاهد. يبقى مش كان حافظ النصوص، لا، ده كان عايش مع هذه المشاهد، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. نقول عاشوا الآخرة، يبقى قبل أن يفدوا عليها. ولذلك قال العلماء أن الصحابة ماتوا قبل أن يموتوا، عاشوا الأحداث دهية. يبقى وثيق الذين كفروا، كأن الحساب نقول يعني تم، وآدي نقول أهل النار يتم تجمعهم ثم يساقون سوقا إلى النار. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، مش هيساقوا لسه، وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة. يبقى على ذلك الصحابة رأت الكلام ده، عاشت الأحداث دي. يبقى ما كانش دي أحداث نقول خيالية، لا، دي نقول تصورات حقيقية واقعية حية، فعاشوا هذا الأمر، عاشوا الأمر دوت. وبالتالي على ذلك نقول اجتنبوا أن يقعوا في المخالفات. وتجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحركون على الفور لامتثال ما أمر ربنا سبحانه وتعالى به. قد خسر الذين كذبوا لقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة
قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيه، هم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. بس لنقول ندم وحسرة خلاص انتهى، فات أوانه، فات أوانه، يبقى ينفع الندم والحسرة وإحنا في حال الساعة والعافية؟ يبقى بيندم الإنسان، بيتوب يا رب سبحانه وتعالى، بيأخذ العزم الأكيد على عدم العون، ونقول بيصلح ما أفسد، ده حاله في الدنيا. لكن لما قضي الأمر خلاص انتهى الأمر، فنقول هو يبقى في حسرة وندامة وتأسف، لكن نقول يعني لا ينفع الإنسان بشيء. لذلك قالوا حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، هم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، ولا الدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. يأتي الكلام مباشرة بعد كده عن الدنيا والآخرة، لأن هؤلاء لم يستدرجوا إلا من ذلك الجانب، لم يستدرجوا إلا من هذا الجانب. لذلك دايما حنجد في كتاب الله سبحانه وتعالى الكلام دايما عن الدنيا والآخرة، حتى نقوم بعقد الموازنة الصحيح. هذه حقيقة الدنيا، الدنيا لعب وله، نقول الذي خلق الدنيا وصف لنا الدنيا بأنها حقيقة الدنيا لعب وله، وربنا سبحانه وتعالى حث العباد على الآخرة، والآخرة خير وأبقى، يعني هي أبقى من الدنيا، ونقول هي خير من الدنيا كذلك. احنا قرأنا في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عندها حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يبقى نقول قل هل نبئكم بخير من ذلكم، أفضل بكثير، بل لا نسبة ولا تناسب بين الأمرين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا والآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هنجد دايما ذكر الدنيا يعقب ذلك ذكر الآخرة، قلنا عشان يبقى في موازنة دايما. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى دايما كده التوجيه، اقرا انت كده دايما اول ما نيجي نقرا الكلام عن الدنيا هتجد الكلام يعقوب عن الاخره، حتى يعني لا ننسى هذه الموازنه. فنقول لا نسبه ولا تناسب بين الدنيا والاخره، نقول متاع الغرور، فمن زعزع النار يدخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. يبقى متاع الغرور نقول لا، لم تبقى لاحد، لان الدنيا الى رحيل ويرحل مع الإنسان، فمهما نقول كم متاع الإنسان. ولذلك نقول حيؤتى بأطرف أهل الأرض من أهل النار كده يغمز لمسة واحدة في النار، ثم يسأل يا ترى هل رأيت نعيما قبل ذلك؟ يقول والله ما رأيت نعيما قط، غمسة واحدة. بل لما يكون نقول صباح ومساء بالنار، نقول يعني نقول يعني هيكون في هذا العذاب يعني السرمدي، يبقى ده الغمسة الواحدة هيبقى حينسى كل نعيم تنعم به. يبقى نقول من نعومة الأصفار حتى الممات، نقول حتى لو كان عاش في الدنيا من بدايتها إلى رحيلها فعلى ذلك في نعيم، ولم يجد نقول أي نوع من أنواع التنغيصات، فيغمس غمسة واحدة في النار فينسى أنه رأى نعيما كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة الدنيا احنا عارفين الكلام ده، بس هو لم يستقر بعد في النفوس. يعني احنا فرق ما بين المعرفة وفرق ما بين التعايش مع هذا الأمر. يبقى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا، هل فعلا احنا بنرى الحقيقة دي ولا لا؟ دي حقائق لابد ان احنا نراها ونعيش من خلالها، قراراتنا يكون بناء على هذه الحقائق التي وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يبقى احنا عندنا عقول ولا لا؟ ازاي ان احنا نبدي الداني ده هو الزائل ونقول مقابل يعني الباقي نقول الذي لا ينقطع، ده بالإضافة إنه متاعه نقول يعني أكبر بكبير بكثير من متاع الدنيا. كيف يكون ذا عاقل ده؟ نقول ده إنسان عاقل، يعني إنسان عاقل يبدي نقول الزائل الفاني، نقول يبقى المتاع القليل ده يبدي بالمتاع الممتد الذي نقول لا نكد فيه ولا نصب ولا تعب
وبالتالي باقي لا ينقطع داميله كده، يبقى أفلا تعقلون؟ يبقى الواحد يرجع كده إلى عقله ويرجع إلى تثبيت الحقائق. دي حقائق ما نخليهاش عبارة عن معلومة معروفة، لكن ده عايزين حقائق فعلا مستقرة في النفس، وبناء على الحقائق دي يكون القرار. ايه قرارك بعد ما عرفت الدنيا حقيقتها وادي الاخره حقيقتها؟ ايه القرار اللي احنا اخذناه؟ يبقى لا تمر الى الايه التاليه الا وقد اخذنا القرار. اخذنا القرار ان احنا فعلا هنتعامل مع الاخره ومش هنغتر من ناحيه الدنيا، وفعلا وقفنا على الحقيقه ان الدنيا متاعها متاع الغرور كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب عليه الصحابه لما مر على الشاه الميته، شاه ميته، وبالتالي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه قد هانت عليها؟ قالوا نعم، من أوانها أنهم ألقوها. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. شوف كان يثبت لهم الحقائق إزاي، ونقول عشان تبقى حقائق يؤخذ على أساسها قرار. وذلك كانت هم الصحابة متجه إلى الأخرة، إزاي هم حولوا الأمر ده؟ مع أن الإنسان بيولد وحب الدنيا موجود عنده، مركوز في الفطر حب الدنيا. نقول زي الناس حب الشهوات من النساء، يعني احنا بنولد والشهوات دي مركبة عندنا، وحب الدنيا حب المال الحرص على الحياة ده أمر نقول يعني مفطور عليه الإنسان. إزاي تم التحويل عند الصحابة رضي الله عنهم؟ فكانت الآخرة يقدمونها على الدنيا، وكانت الرغبة في الآخرة ليست في الدنيا. وبالتالي رأينا الصحابة والتضحيات، ضحوا بالمال وبالنفس، ضحوا كل شيء من أجل الوصول إلى ذلك الأمر. إزاي بقى تعاملوا مع الحقائق دي؟ إزاي دخلت الحقائق دي في قلوبهم؟ يبقى من خلال ما وصف ربنا سبحانه وتعالى، من خلال التربية التي رباهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك القدر، ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الآيات إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.